طيب الكابتن حسني يقدر يساعد النادي الاسماعيلي في ايه دلوقتي؟ ما هو يحدد ولا هو بقى. مش في دماغه، ولا مجلس الإدارة مش في دماغه؟ مش عايز اقول كده. هو حسني دلوقتي عامل اكاديميه في الإسماعيلية. في اسماعيليه للناشئين، هو بيحب الكوره وعلى طول مع الولاد الصغيرين وبتاع وكده، لكن هو هيحدد الفتره الجايه اذا كان هيشتغل في التدريب او هيشتغل في الاداره. انا كنت عارف ان هو كان بيتكلم ان هو حابب موضوع الاداره ده، لسه هيحسب الامور اكتر وهياخد قرار الفتره اللي جايه، واكيد هو كاسم كبير ويقدر يساعد ان شاء الله في النادي الاسماعيلي بشكل كويس. كابتن حسني عبد ربه حابب يفضل في الاسماعيليه من كلام، يعني ان هو يفتح اكاديميه في الاسماعيليه، فهو حابب فكره نادي الاسماعيلي وان هو يكون دايما اسمه مرتبط بيه. لا اسماعيلاوي ده ما ده فاش. اه طبعا لا حسني اسماعيلاوي وجاله فرص كتيره يلعب في يعني في انديه وبتاع ويسيب النادي الاسماعيلي، لكن لا جاله فين وفضل الاسماعيلي؟ جاله الاهلي على يد، انا كنت ساعتها المدرب معايا وانا عارف كل حاجه وبتاع. ما بيبصش يعني ما بيبصش للصفقه خالص، اللي هو كان الموضوع مقفول بالنسبه له. لا هو كان هيروح النادي الاهلي لان ما كانش فيه فرصه، يعني النادي الاسماعيلي ما كانش ساعتها كان لازم يدفع مبالغ لاستراسبورج والاسماعيلي ما كانش قادر. فلما الاسماعيلي المهندس يحيى الكومي قال له لا انا هدفع وانا هتصرف وهدفع وكده، قال له خلاص. كان حسني مضى على عقود للنادي الاهلي ورجع فيها ورجع النادي الاسماعيلي تاني، فهو اختياره يعني كان هيروح غصب عنه. دي حاجة على فكرة تضر ان نشوف لاعب ممكن ينتقل والله. علشان خاطر مجلس الإدارة هيكون محتاج فلوس لمديره الفني، فهو بيضحي يعني كده. لا دي حقيقة. حسني فترات كتيرة يعني عمل حاجات كتيرة للنادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي عمل له حاجات كتيرة عشان برضو نتكلم. الاسماعيلي ساهم في يعني في حسني انه يكبر والمستوى العالي اللي وصل له حسني، برضو ماديا هو فاد الاسماعيلي والاسماعيلي فاده، يعني مصلحه مشتركه في الاخر. ما هي مفترض تكون كده دايما.